أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شدد الرئيس السيسي على أن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، وأن يساعد على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمن واستقرار العراق. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن وزير الخارجية العراقي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة. اتصالا، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقوف الجامعة إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي، أعرب أبو الغيط عن أمنياته بأن تواصل الحكومة العراقية الحالية جهدها المشهود في ضبط الأوضاع واستعادة الاستقرار وتهيئة البلاد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا على التقدير الكبير الذي يحمله للدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك، متمنا مواقف بغداد حيال عدد من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة. هاتفيا معنا الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. إذا استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، طبعا شدد الرئيس على أن مصر هي دائما ما زالت وستظل داعمة للعراق، داعمة لاستقراره، داعمة لتحقيق مصالحه على مختلف الأصعدة. كيف رأيت هذه الزيارة؟ هي زيارة هامة للغاية. بالطبع العلاقات المصرية العراقية متميزة، وهناك تقارب كبير وخاصة في السنوات الأخيرة فيما بين مصر والقادة العراقيين، وهناك تحسن كبير في العلاقات الدولية للعراق بعد تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء. وزيارة السيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي اليوم هي إحدى هذه الخطوات والمراحل التي تمكن الدولتين، بالإضافة إلى دولة الأردن، من التعاون الثنائي والثلاثي على كافة الأصعدة. العلاقات المصرية العراقية وطيدة، وهناك تعاون كبير وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المشروعات سواء على مستوى القطاع الخاص ووزارة البترول أو وزارة البترول. وهناك اتفاقات أيضا تضم بجانب كل من العراق ومصر دولة الأردن في طريقها إلى التنفيذ في الشهور والأسابيع. صحيح، وكان هناك اجتماعات سابقة فيما يتعلق بهذا الشأن أستاذ محمد، اجتماعات ثلاثية بين الوزراء تنفيذا طبعا لتوجيهات القيادة السياسية في هذه البلدان، مشروعات كبيرة قادمة في الطريق، اقتصادية حتفيد يعني مصر والأردن والعراق بشكل كبير، يمكن نواة يعني لهذا التعاون المشترك بين الدول الثلاث، هامة جدا فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك. بكل تأكيد، وهناك أيضا أنباء عن قرب تدشين أنبوب نفط يربط بين الدول الثلاث وله استخدامات أخرى في الدول والمنطقة بشكل كبير. لا ننسى اليوم التأكيد من جانب وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر الصحفي الذي عقده مع السيد سامح شكري، أيضا أكد على التطابق في وجهات النظر فيما يخص قضايا مكافحة الإرهاب والتهديدات التي تواجه المنطقة. بالطبع هناك تهديد نعلم من جانب تركيا ومحاولة احتلال أجزاء من العراق الشقيق، ومصر تقف والمجتمع الدولي أمام هذه المحاولات. إن كانت الدبلوماسية الرفيعة والكلمات المنطقة لم تذكر هذا، فيجب علينا كمحللين سياسيين أن نذكر هذا الأمر. مصر تقف مع العراق في أي محاولات للاعتداء على أرضه والمساس بإعادة أيضا تنظيم داعش بعدما قامت القوات العراقية
والشعب العراقي بطرده من الأراضي العراقية. إذن يعني التعاون المشترك بين مصر والعراق هو تعاون كبير على المستوى الأمني، أيضا هو تعاون موجود، محاولة تخليص العراق من كل هذه التنظيمات الإرهابية التي تحاول مرة أخرى النيل من استقراره. في هذا الأمر أيضا أستاذ محمد، حكومة بغداد يعني تقوم بمجهود كبير فيما يتعلق بهذا الشأن، بضبط الأوضاع الأمنية في العراق التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى يعني انتعاش الاقتصاد. بكل تأكيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي لديه علاقات جيدة مع الغرب ومع كل الأطراف حتى مع إيران، وقام بتحييد أي أدوار للتغول للميليشيات أو التشكيلات العسكرية على الجيش العراقي وهناك، وقام بإعادة تشكيل رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة بهدف فرض سيطرة دولة العراق على كافة الأراضي العراقية، وأن يكون هناك احترام للدول المجاورة واحترام للتعهدات الدولية لدولة العراق. أعتقد أن كل هذه الأمور تصب بقوة في صالح العراق، خاصة أنه دولة نفطية وهناك مشاريع كبيرة في المستقبل سواء بين مصر والعراق أو بين مصر والعراق والدول الأخرى، وهناك أيضا علاقات جيدة مع بعض الدول وخاصة المملكة العربية السعودية التي تقود الخليج، وخاصة أن مصطفى الكاظمي لديه علاقات جيدة مع الأمير محمد بن سلمان وخادم الحرمين. أيضا العراق يتجه إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار بشكل مختلف عمن كان في السابق، وينبذ الإرهاب والتطرف أو أساليب المخصصة. نتمنى بالطبع كل التقدير للشعب العراقي، ومصر تدعم دائما الشعب العراقي، والرئيس أكد بنفسه على هذا الأمر اليوم. بالتأكيد أيضا كان لوزير الخارجية العراقي زيارة لجامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط، هو يعني تكلم على أنه العراق هام جدا على صعيد العمل العربي المشترك. يعني ثمن أبو الغيط مواقف بغداد حيال عدد من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة. الحكومة الموجودة الآن في العراق هي تهتم أيضا بالشأن العربي ككل ولها دور فاعل الآن في جامعة الدول العربية. بكل تأكيد، وهذه نقطة جيدة تحسب للحكومة العراقية والرئيس العراقي، على الرغم من جائحة كورونا التي ضربت العالم والعراق أيضا تأثر بها والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى ما أسميه الحراك الشعبي في العراق على نظر فشل الحكومات السابقة في وضع المواطن العراقي على رأس اهتماماتها وإنجاز العديد من المشاريع البنية الأساسية والتعاون مع دول شقيقة يمكن أن تفتح المزيد من الأمل في الانتعاش الاقتصادي في العراق، إلا أن الحكومة الحالية أستاذ محمد هل أنت معنا؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد عز الدين، ولكن النقطة وصلت بالتأكيد. بشكرك شكرا جزيلا نائب رئيس تحرير الأهرام.